معرفش هو الدور ده انا بحب الرقاصين عادي. اه وانا كمان. هما دايما في الجامعه انا عارف بيستغلوا بس واحده مزعله بتاعت العرقاش، مع ان عادي ممكن تطلع شويشه عادي المشكله. أيوه. يعني في السن بتاع النشا عملت بقى دور رقاصه او مجرمه؟ لا. هما استغلوكي صح يا مي، المخرج استغلش. طيب محمد سامي ساعتها كنت مرتبطين لسه ما اتجوزتوش؟ وانت اقول لك عملتي يا مي ولا تقول انت؟ ايه؟ ما رضيتش اعزمه. ما رضيتش، اديت له الميعاد غلط عشان ما يشوفش المسرحيه صح؟ خفت يجي يتريق عليا. خفتي منه يا حبيبتي؟ ايوه هو بيتريق جامد فانا خفت. تقومي تدي له ميعاد المسرحيه غلط. أيوه. راح ما لقاش حاجه. ايوه. لا اصحابك عادي قاعدين في الكافيتيريا بيشربوا فرابتشينو عادي يعني مفيش اي مشكله. ايوه. انا جبت فرابتشينو دي منين؟ انا كنت متوتره يعني، كان اول مسرحيه اعملها فمش طالبه بقى حد كمان يجي يتريق عليا.